بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه فائدة أقدمها لكم، وأرجو من الله تعالى أن تنفع كل مريض. قد تكون هذه الوصفة التي سأقدمها لكم نافعة بإذن الله، حتى وإن لم تكن فعالة يعني 100%، ولكن ستحسون بفرق كبير بإذن الله. وللعلم أن الجهاز البولي هي آلات حساسة، يعني كالعين والأنف والأذن. فالأمراض التي تصاب بها هذه لها أسباب كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال للحصر، يعني نزلات البرد أو حالات البرد التي يصاب بها منطقة الجهاز التناسلي أو في منطقة أسفل الظهر، أو احتقان دائم أو عدوى متنقلة، فيروسات أو بكتيريا أو طفيليات، يعني عن طريق الاتصال الجنسي، أو لربما مرتبط بعدوى على مستوى الكلى إذا صاحبها وجع على مستوى الظهر، أو بسبب التهابات أو تضخم البروستات كما تعلمون لسبب من الأسباب، أو وجود حصى حصيات كلى أو حصيات يعني بالمثانة، أو بسبب حتى تناول يعني أدوية كيميائية أقراص على مدى طويل، أو شرب سوائل من السوائل، يعني حتى الماء المكلور يعني على المدى الطويل، يعني شربه على المدى الطويل أيضا قد يسبب عدة حالات من هذه الحالات التي ذكرتها. وقد نبهت لهذا الموضوع بخصوص الماء المكلور في فيديو سابق تحت عنوان ماء الحنفيات يسبب السرطان، وللأسف الشديد لا أحد يعني نشر، يعني طلبت نشر هذا الفيديو لكن للأسف لا أحد تفاعل مع الأمر. ويمكنكم الاطلاع على الفيديو كي لا أطيل عليكم في التفاصيل. هذه الوصفة التي سأذكرها لكم طبعا هي مجربة، يعني وهي عبارة عن مكونات من أعشاب طبيعية، وهي كالآتي. أولا كما ترون في هذه الصورة، هذه العشبة تسمى يعني عندنا يعني في اللغة العامية، في اللهجة العامية اسمها عود الدخيل، عود الدخيل باللهجة المحلية يعني، وباللغة يعني تعرف باسم عشبة الأذخر يعني، ولها أسماء أخرى كثيرة مثل حلفاء البر أو حلفاء مكة أو حشيشة الجمل وعدة أسماء أخرى حسب كل بلد طبعا. فائدة هذه العشبة هي عديدة، لا يسع الوقت لكي أذكرها، ولكن بالنسبة لموضوع البحث فهي مفيدة للالتهابات والحرقان. ثانيا نبات الحريق أو القريص أو الأنجرة كما يسمى باللغة العربية. نبات القراص أو الأنجرة هذا نبات أيضا له فوائد كثيرة جدا جدا جدا، حتى أنه يدخل في مداوات بعض الأمراض الخبيثة والأورام السرطانية. وكنت قد سجلت سابقا فيديو يعني يمكنكم البحث عنه على القناة بخصوص هذا النبات. ثالثا نبات الكرفس أو الكرافس كما يقال عندنا في اللهجة المحلية، الكرافس أو الكرفس. ومن الأفضل استعمال الكرفس رطبا وليس يابسا، لأن عند يبوسه يفقد المواد التي نحتاجها في العلاج، وبالتالي يكون تأثيره يعني بفعالية أقل. ونبات الكرفس هو جيد ونافع إذا خلط مع المكونات التي تدخل في مداوات البرد ونفخ المعدة والكبد. والجزء المستعمل منه هي الأوراق والأصول والبذور مع بعض، وطبعا يمكن الاستغناء عن بذوره إن لم توجد، ولكن إذا استخدمت كل أجزائه أفضل. نقطة يعني في محاذير استعمال الكرفس، فيمنع للحامل والمرضع، أما مرضى الصرع فيمكن الاستغناء عن بذوره فقط وليستعملون الأجزاء الأخرى. رابعا نبات الكركعة أو نبات أو حشيشة الفكرون كما يطلق باللهجة المحلية، أو حشيشة السلحفات، معروفة بحشيشة السلحفات أو حشيشة الفكرون أو حشيشة اللوجات، وباللغة اليونانية تسمى أآلوسا، تكتب بألفان الأولى ممدودة مهموزة أآلوسا. هذه الحشيشة أو هذه النبتة معروفة على صعيد أنها مهيجة للباءة،
ولكن لها عدة فوائد لا يسعنا كذلك الوقت لذكرها. أما طبيعة هذا النبات فهو مجفف باعتدال ومحلل. خامسا، نبات الصرو، وقد تقدم ذكر فوائده في فيديوهات سابقة يمكنكم البحث عنه في القناة. سادسا، زيت الحسك، وقد تقدم ذكره أيضا في سلسلة زيوت النباتات يمكنكم الاطلاع عليها. سابعا، الفجل، كذلك قد تقدم ذكره في فيديوهات سابقة. كيفية التحضير هي كالتالي: تخلط خمس مكونات التي ذكرتها سابقا على الترتيب: الأدخر ونبات الحريق أو القريص، ثم نبات الكرفس، وكما ذكرنا إذا كان مع بذوره أفضل، ثم نبات الكركعة أو حشيشة السلحفات كما يطلق عليه، وخامسا ثمار الصرو أو أوراقه. هذه الخمس مكونات يؤخذ من كل مكون مقدار 4 أواقي. أقول يؤخذ من كل مكون مقدار 4 أواقي، علما أن الأوقية الواحدة يعادل وزنها 28 غرام، ثم يضعون في قدر ويضاف إليهم 5 لترات ماء صافي عذب، ماء ليس مكرور، ماء ليس فيه مادة الكلور، ثم تطبخ المكونات على نار متوسطة إلى أن ينقص الماء بحوالي 1/4 إلى 0.5 لتر. أعيد، تضاف إليهم 5 لترات من الماء الصافي الغير مكلور الذي لا يحتوي على مادة الكلور، ثم تطبخ المكونات على نار متوسطة، يعني ليست بنار هادئة وليست بنار قوية، إلى أن ينقص الماء بحوالي 1/4 إلى 0.5 لتر، ثم يرفع ويصفى ويوضع في قارورات من زجاج، ثم يتناول 3 مرات أو 4 في اليوم على الريق وقبل الأكل بنصف ساعة أو أكثر، وقبل تناوله يضاف إلى الكوب من 0.5 إلى 1/2 ملعقة صغيرة من زيت الحسك. أعيد، قبل تناوله يضاف إلى الكوب من 0.5 إلى 1/2 ملعقة صغيرة من زيت الحسك. أما عن الفجل الذي ذكرته في الأخير فيتناول وحده، وطريقة تناوله هي كالتالي: تدق ثماره وتعتصر ويشرب عصيره على الريق. طبعا ويمكن الاستغناء عنه، ولكن سيساعد إن كان هنالك حصى في الكلى أو المثانة، سيساعد على تفتيتها. هذا كل شيء، وبالله التوفيق، ويرجى منكم نشر هذه الفائدة ليستفيد الناس، وبالتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.